الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين. أما بعد يا أحباب، وبعد أن تعرفنا على أسماء الإشارة بالطريقة الفنية، الآن عندنا هذه مؤنث حولناها إلى هذا مذكر، هنا هذا مذكر سنحولها إلى مؤنث، هذان مثنى مذكر سنحولها إلى مثنى مؤنث، هاتان سنحولها إلى مثنى مذكر. نعكسها، المذكر نحوله إلى مؤنث، والمؤنث سنحوله إلى مذكر. هنا استراتيجية الآن هي استراتيجية من الفارس بمفردك، صار الفارس بمفرده، لا تعاون، لا تتعاون مع زملائك. الآن من الفارس؟ الفارس يأتيني وسيتوجه إلى صندوق الجوائز المقدمة من شركة عبد العزيز العجاجي. لا تقول، لو أنك لو قلت يا أنس، لو قلت الجميع سيحل. إذا انتهيت اوعى تكون حليته مع حد لحالك. أول الفرسان، انظر إلي أيها الفارس العملاق، الفارس أمير الزيات، أحييك، توجه إلى الصندوق. الفارس الثاني، يا سلام عليك عبد العزيز، انظر إلي، انظر أيها الفارس العملاق، توجه إلى الصندوق. الآن عندنا فارسان، أمير وعبد العزيز. سأعطيك، من معه قلم زائد؟ من معه قلم زائد لسعيد؟ طيب أنا سأعطيك قلما. بسم الله. خذ يا سعيد. انتهيت يا عزام، تفضل يا سعيد. تعال. هذه هاتان. هاتان. إجابتكم صحيحة، ولكنك زدت ألف هنا. هذا الألف يا عزام ينطق ولا يكتب، ينطق ولا إيه، ولكن الإجابة صحيحة. الفارس الثالث عزام، يتوجه إلى الصندوق. الفارس الرابع، الفارس الجديد معنا، راشد الخضير، تفضل إلى الصندوق. هيا يا فهد، ما عندك قلم؟ أعمل إيه بس؟ خذ قلم من راشد، اعطيه قلم. هيا. الجديد، الجديد. هذه هاتان، 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 يعني يا نواف امسك كده. أنت هاتان تعكسها بهاتان، وهذان بهذا. فكر يا نواف، فكر. الآن مع منصور. هذا أخطاء. ثانية. أخطاء ثانية. هذان أعكسها بالمثنى. أخطاء يا سعيد. أمامنا دقيقة واحدة لأن جرس الفسحة قد ضرب، وسنذهب إلى الفسحة الآن لنتفسح ونأكل طعام. اللي خلص يخرج، الباقي سأعطيه دقيقة. هاتان هذان هذه. فين يا ماجد؟ الفارس ماجد، رابع الفرسان أو خامس الفرسان. هذا هاتان هذان لهذا بس. أين النون؟ ما وضعت النون، عندك خطأ، أخطاء، عندك أخطاء، عندك أخطاء. أعطتك الفرصة كثيرا يا نواف. هذا هاتان هذان، توجه إلى الصندوق أيها الفارس. عندك أخطاء تحت. نكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.